والنوب ترجع تحكي له عن بني سعيد. انا خادم. اي الله يسلمك. الله يحفظك. بس للامانه بني سعيد عندي اهم من القصيده. اسولف لك عن بني سعيد. سولف لي. الله يحفظك. لان هاي ديرتي. أي. هاي ناسي. هاي راسي. مدينتي. على راسي. طبعا قضاء قمت بني سعيد. ويا ريت يحصل لنا الشرف وتجينا. الشرف والله. نعزبك والله تلقى هاي الناس الاوادم. انتم اهلها. الله يحفظك. القضاء يعني الاشياء اللطيفه كلها بي. شباب وشياب تلقاهم جمع سوا. ابناء مضائف. ثقافه، ادب، شعر. فوقهم كلهن اصحاب فزعه ما تصورها يا استاذ اثير. والله والنعم. على صيحه الصوت تلقى قضاء قرمه بني سعيد كله متجمع. عافيه والله. فانا دائما يعني هاي جزء الحلقه الرابعه اسولف هذا القضاء لان هي تمثلني. هم ناسي اللي هم لو مو ممكن منشور واحد منشورين السيد علي اللي وصلون الاثير. فبعد فضل الناس البعيده. توصلت ابداعك اولا. لا ناسي للامانه هسه الابداع اخوه يفرض روحه. طبعا. بس ناسي اقرب لي من كل شيء. شكرا لك وشكرا لقرمه. والله تحياتي لهم. الله يحفظك. وشكرا لهم اللي انجبونا الله هذا الكائن الرقيق. الله يسر عليك يا ابو حيدر.